استهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس مشواره في الموسم الرياضي الحالي بحصد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على نظيره وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في البطولة التي أقيمت بالمغرب مطلع الشهر الجاري، ليرفع المارد الأحمر رصيده من الألقاب بهذه البطولة لأربع بطولات تحققت في أعوام 2013-2017-2018 ثم 2021، ليحجز الشياطين الحمر مقعداً في كأس السوبر الإفريقي للنسخة المقبلة والمقرر إقامته العام القادم، وهي المباراة التي تؤهل الفائز بها للمشاركة في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. ويسعى الفريق بقيادة كابتن ياسر الرملي رئيس الجهاز لرسم البسمة على شفاه الجماهير الأهلوية وحصد ألقاب الموسم الحالي في ظل المنافسة القوية مع المنافس التقليدي الزمالك. وتبدو التحديات كبيرة وعديدة للاعبي القلعة الحمراء خلال هذا الموسم، فنجد أن الإصابات ضربت الفريق بقوة قبل خوض كأس السوبر الإفريقي بعد إصابة ثلاثة لاعبين هم محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، أحمد هشام سيسا، والأخير نجح في خوض اللقاء لكنه أصيب سريعا بعد تدخل قوي من أحد لاعبي الزمالك ليخرج محمولا على الأكتاف. كما أن الفريق في مرحلة بناء وإحلال وتجديد ويحتاج لخوض المزيد من البطولات لاكتساب الخبرات اللازمة للهيمنة على البطولات سواء المحلية أو القارية، ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو التتويج بكافة البطولات، وهو ما يعمل الفريق عليه خلال الفترة الماضية سعيا للفوز برضاء الجماهير الأهلاوية.